مرتضى منصور بيطلع علينا بواحدة من تصريحاته الجهنمية ويقول لك أسامة نبيه جات له ذبحة صدرية. طبعا ولا أسامة نبيه جات له ذبحة صدرية ولا حاجة، هي الفكرة كلها زي ما أنا عايز يرجع فريرة عشان الشرط الجزائي، وقال لك أسامة نبيه جه قال لي رجع فريرة، عايز يمشي أسامة نبيه دلوقتي، فقال لك جات له ذبحة صدرية، ذبح الراجل في منت. أسامة نبيه سيادة المستشار كان في كلام إن هو يقدم استقالة. كابتن أسامة نبيه شبه ذبحة صدرية. السلام عليكم. طبعا أسامة نبيه أهله قالوا عليه راحوا له على التمرين، لقوه في التمرين عادي جدا ولا في أي حاجة حصلت ولا ذبحة صدرية ولا حاجة، وطبعا كالعادة أسامة نبيه طلع في كل وسائل الإعلام وقال إن الكلام ده مش صحيح وخلى شكل مرتضى وحش للمرة المليون. رحمة ربنا يا أسامة إن هي جت على قد ذبحة صدرية مش نسوان وحشيش.